الواحدة في نهار اليوم، أهلا بكم. تبدأ الدولة اليوم الخطوة الأولى على طريق تنفيذ المشروع القومي للطرق الذي يشمل 15 طريقا من إجمالي 39 يشملها المشروع القومي للطرق الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وحسب مسؤولين في هيئة الطرق والكباري والنقل البري، فإنه تم تشكيل 17 لجنة للإشراف على شبكة الطرق، وأن شركات المقاولات تقوم حاليا بعمل المجسات والتصميمات النهائية. وأكد المسؤولون أيضا أنه لن يتم البدء في تنفيذ أي طريق قبل مطابقته بالمواصفات العالمية التي وضعها الاتحاد الأوروبي. وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور سعد الجيوشي، رئيس هيئة الطرق والكباري. دكتور سعد، بعد التحية، ما هي الخطوات الأولى التي ينطلق بها هذا المشروع اليوم؟ الحمد لله، احنا النهاردة يعتبر البداية الرسمية للتنفيذ لشبكة الطرق التي تخدم التنمية، وتنضم جزء جديد لشبكة الطرق القومية لمصر. احنا الجزء ده سمحنا بنقول هو حوالي 4000 كيلو، بيمثل ما تم إنجازه خلال 25 إلى 30 سنة اللي فاتوا. الطرق دي شرايين تنمية كلها. احنا الحمد لله بإذن الله يعني بادئين المرحلة الأولى 1300 كيلو، بإذن الله يخلصوا 5/8/2015. حضرتك دلوقتي كل الشركات الحمد لله وقتهم التنفيذ وقتهم شرف على التنفيذ، نكاد نقول ان هي متمركزه في مكانها، بدات تشتغل. بنهايه الاسبوع هيكون كله بدا يشتغل، وكله بدا العداد زي ما بيقولوا بيعد علينا. هو العداد بيعد علينا اوريدي من 5/8/2014، فاحنا بنحاول نعوض الايام اللي فاتت باذن الله. ان شاء الله احنا ملتزمين 5/8/2015 نكون يعني انجزنا الحزمه الاولى السنة دي، في حزمة تانية السنة الجاية في معادة إن شاء الله. دكتور سعد، ما هي أهم الطرق التي سيبدأ بها هذا المشروع؟ كل الطرق، الطرق بدأت كلها مع بعض في وقت واحد. كل الطرق راح لمناطق التنمية أو معمولة لحل أزمات مرورية ضخمة، يعني كلها لأسباب. يعني هل لك أن تعطينا أمثلة بهذه الطرق؟ ندي أمثلة فندم. نبتدي من الغرب. أنا عندنا طرق في الغرب زي وادي الرياء، زي طريق جنوب الواحات الفيوم، او طريق الفرافره عين دله، ودي طرق بتخدم تنميه زراعيه وعمرانيه. ويمكن كان بيتكلم من شويه السيد اللواء مهندس مجدي امين، وكان ان بدا خطوات فعليه لتخصيص اراضي للخريجين او للشباب. وبرضه نفس الكلام وزاره الاسكان بتطرح وحدات في نفس الوقت، ادي مجتمعات عمرانيه زراعيه في هذه المنطقه. لو رحنا يمه الشرق في الصعيد، والصعيد احنا يمكن برضه تملى اقول ان احنا الفكره الذكيه في هذه الحزم من الطرق ان احنا ازاي نعمل هجره عكسيه للناس اللي مشيت من الاماكن دي ترجع تاني.
نتمنى إذا التوفيق في هذا المشروع القومي المهم. الدكتور سعد الجيوشي رئيس هيئة الطرق والكباري، شكرا لك.